الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الكرام، موضوعنا هو عن تعظيم المملكة العربية السعودية للعمل الخيري. المملكة العربية السعودية رائدة في العمل الخيري منذ القدم. المملكة العربية السعودية لها جهود واضحة يشاهدها العالم بأسره في تقديم يد العون للمسلمين وفي دعم العمل الخيري لجميع المسلمين. المملكة العربية السعودية تدعم العمل الخيري وعلى رأسها الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. المملكة العربية السعودية من الدول المبادرة في دعم العمل الخيري. المملكة العربية السعودية قائمة على الحرمين، قائمة على الحرمين الشريفين، فهي ترعاها وتقوم عليها وتهيئها للحجاج والعمار والزوار، فجزاها الله خير الجزاء ونسأل الله لها التوفيق. المملكة العربية السعودية تدعم العمل الخيري على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، فهي تدعم الجمعيات الخيرية، جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، الجمعيات وجمعيات البر الخيرية وجمعيات الدعوة. المملكة العربية السعودية تدعم القرآن وأهله، وأول دعم القرآن الكريم طباعة المصحف، وهناك مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف، وهو يوزع على العالم الإسلامي، وسفرات خادم الحرمين الشريفين في جميع دول العالم تقوم بتوزيع المصحف الشريف على المراكز الإسلامية وعلى المساجد في شتى أنحاء العالم، وهذا في حد ذاته جهد كبير، ليس بالسهل، ولها الأجر والمثوبة على نشر كلام الله عز وجل ونشر كتابه وتعليمه، فهي تدعم تعليم القرآن على مستوى على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. أيضا المملكة العربية السعودية تدعم جمعيات البر الخيرية وتهتم بها، تدعمها ماديا. جمعيات البر الخيرية منتشرة في المملكة، جمعيات تحفيظ القرآن، جمعيات الدعوة وغيرها من الجمعيات الخيرية. المملكة العربية السعودية راعية للعمل الخيري، راعية للإنسانية، مملكة الإنسانية. هناك دعم من المملكة العربية السعودية للمحتاجين سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، فهناك رعاية الأيتام ورعاية المكفوفين ورعاية أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقة وغيرها. وهناك أيضا دعم أصحاب الأمراض، كالدعم لمرضى الفشل الكلوي وأمراض السرطان وغيرها. فالمملكة العربية السعودية راعية وما زالت ترعى، ومنطلقها من ذلك قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ومنطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المملكة العربية السعودية تساهم في حل القضايا الإسلامية، وتهتم في الأول بقضية فلسطين، وما زالت تهتم بها وتهتم بها حتى الآن. المملكة العربية السعودية تحتضن رابطة العالم الإسلامي، تحتضنها المملكة العربية السعودية وتدعمها. المملكة العربية السعودية أسست المراكز الإسلامية وتدعمها في شتى أنحاء العالم، وترسل الدعاة وحفظة القرآن للصلاة بالمسلمين في رمضان في شتى أنحاء العالم، وساهمت في بناء المساجد والجوامع في شتى أنحاء الأرض. فالمملكة العربية السعودية راعية للعمل الخيري، وتحب العمل الخيري، وتقوم بالمصالحة بين المسلمين في قضاياها. وكم مرة جمعت بين المسلمين، بين الأطراف المتنازعة في المملكة، في مكة المكرمة جمعت بين الفلسطينيين في مكة المكرمة للإصلاح بينهم. المملكة العربية السعودية تساعد المحتاجين والمنكوبين والمتضررين في شتى أنحاء العالم، فهي ترسل المساعدات كما نرى ونشاهد لبعض الدول المنكوبة، سواء من أضرار الحرب أو أضرار السيول أو إلى آخره. فالمملكة العربية السعودية تساهم في ذلك، فلها الأجر والثواب من الله. تحب العمل الخيري، تحب أن لنفسها ما تحب لغيرها. المملكة العربية السعودية منطلقها من ذلك ومن القرآن والسنة. المملكة العربية السعودية تعتبر من الدول المبادرة في عمل الخير، كما هي شأن المملكة العربية السعودية حب الخير للمسلمين، ترعى الحج والعمرة، ومن ذلك أنها تستضيف بعض المسلمين على نفقتها الخاصة لأداء مناسك الحج، فلهم منا جزيل الشكر. نسأل الله أن يجعل ذلك داعما لهم، ونسأل الله يحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمرنا ويثبتنا على دينه، ويكتب الأجر والمثوبة للمملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.